نعود إلى عبد الرحمن إذا كان لديه سؤال خاص أيضا، تفضل عبد الرحمن. أسأل فضيلة الشيخ عن من ابتلي بالصمم والبكم ثم بدأ النظر يضعف عنده بالتدريج، فأصبح تواصله مع العالم الخارجي ضعيفا واكتسابه للمعارف أضعف، فأصبح مخالطته للناس عديم الجدوى أو قريبا من انعدام الفائدة، فهل أفضل له أن يخالط الناس في محافلهم وفي مناسباتهم، أم الأفضل له أن ينعزل لعدم الجدوى من مخالطتهم؟ جميل، سؤال طيب. نعم، الجواب الذي يظهر لي أن الأفضل له أن يخالط الناس، أن يحضر مجالس العلم ومجالس أهل الفضل، وأن يقترن بالصلحاء، وإن لم يجد فائدة مباشرة فلا أقل من أن يغنم الأجر والثواب وبركة حضور هذه المجالس، وأن يبعد عن نفسه وساوس الشيطان بأن ينعزل ويكون حبيس نفسه فتكثر عليه الوساوس وتكثر عليه الأمراض، هذا لا يعين نفسه بهذه الطريقة. أما الذي يكافح ويحاول أن يقاوم هذه الأحوال والابتلاءات التي قدرها له ربه تبارك وتعالى قدر استطاعته دون أن يكلف نفسه ما لا يطيق، فهذا لا شك أنه أفضل، وعسى أن يكون في شهوده لمثل هذه المحافل والمجالس ما يعود عليه بالأجر والثواب، وما يمكن أن يكون سببا لتخفيف هذه الابتلاءات عنه ولمواساته بأي طريقة يقدرها الله تبارك وتعالى. المخالطة أفضليتها من الجهة الدينية أم الاجتماعية فقط؟ الدينية والاجتماعية والصحية والنفسية، بدل أن يعزل نفسه وينفرد وتسيطر عليه بعد ذلك الأوهام ويزداد ضعفا إلى ضعف، فإن مخالطته حتى من هذا الباب، من الباب يعني الجوانب الاجتماعية، وقد قدمت أنه يعني ينبغي له أن يختار الصلحاء، أن يختار رفقاء صالحين يجلس إليهم يعينونه، وعسى أن يستفيد شيئا من الفوائد، ولا أقل من أن يبعد نفسه عن حالة الانعزال. فحالة الانعزال حينما يكون الإنسان وحده منفردا منعزلا فإنه عرضة لما يلقيه عليه الشيطان ولوساوس النفس ولحالات اليأس والجزع. ولا يراد من المسلم هذا، يراد منه أن يتعلق ب يعني حبل الرجاء قدر استطاعته، وأن يخالط الناس، وأن يسعى إلى نبذ كل ما ينفي عنه اليأس والقنوط.